الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو هنكمل بقية الأمثلة بتاعة استخدام النوبل ميتالز في عملية الهدرجة وليس الهيدروجينوز. طيب احنا المرة اللي فاتت خدنا موضوع البنزيليدين أسيتوفينوم بالبلاتين اللي هو جاي من بي تي او 2 اللي هو الأدم كاتالست. المرة دي عندي مركب اسمه 4-فورمايل سايكلوهيكسين، سايكلوهيكسين حلقي. ادي مركب اسمه سايكلوهيكسين هو الاب اساسا، والابن جه في الاخر اسمه 4L اللي هو فورمايل 4L، وادي دبل بوند. ممكن اسميه 4-فورمايل، وانا افضل كده لان دي مجموعة مشتقة 4-فورمايل اهي. الابن ده اسمه سايكلوهيكسين، ومش لازم احدد الرقم لان هو سايكلوهيكسين عام، سايكلو هيكسين. لو اعتبرت ان دي رقم واحد الدبل بوند، يبقى دي اتنين، يبقى دي تلاتة، يبقى دي اربعة. الاولوية للدبل بوند، فمش هسمي الهيكسين ده خلاص، يبقى فعل في الماية سايكلو هيكسين. هعمل له هيدروجينيشن بالباليديوم، باليديوم في درجة حرارة حوالي 80 درجة، في ألومينا H2 بباليديوم ألومينيوم، ألومينا 75-80-3 اتموسفير، دول يعني ملحوظة انه سولفنت. هيحصل ايه؟ نفس الفكرة بتاعت اللي فات، هعمل هردجة للدبل بوند وهسيب مجموعة الفورمايل او مجموعة السي دبل بوند، يعني مجموعة الفورمايل مش هتتأثر، وهعمل هردجة للدبل بوند. دي الدبل بوند كانت هنا سابقا، كانت فاتهدرجت، اداني بقى ايه هنا؟ فورمايل سايكلو هيكسين، او اسمه شوف الاسماء، هيكسا هيدرو بنزالي بنزالدهايد. هو سمى هنا الاب نفسه اسمه بنزالدهايد، وسماها هيكسا هيدرو، هيكسا هيدرو بنزالدهايد، هيكسا هيكساء هيدرو بنزيد ماشي، او سايكلو هيكسان كاربو كاربالدهايد، كاربال دي هايد كاربالدهايد كاربالدهايد، هيكسا هيدرو بنزالدهايد. هو سمى ده كله بنزالدهايد على اساس ان هو كده كده كده، وسمى ان هو بعد كده اكنه عمل مشتقات اتش 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 فسماه هيكس هيدرو بنزالدهايد. ده الاول واحد، اسمها كومبلكسيتي شويه بس ماشي. وممكن سايكل هوكسين، سايكل هوكسين اهو مفيش مشكله، كاربالدهايد. يبقى ده لما يبقى هو ده الاب بيبقى اسمه كاربالدهايد، كاربالدهايد اللي هو كربونه واحده كاربالدهايد، او سايكلو هيكسانال، سايكلو هيكسانال، او فورمايل سايكلو هيكسان. وافضل لان هو ده قريب من الاسم الاولاني، فورمايل برضو، فورمايل دي لما تكون مشتقه ابنه تبقى اسمها فورمايل سايكلو. الفكره كلها التركه بقى هنا ان انا عملت للدبل بوند هيدروجينيشن في وجود السي دبل بوند او اتش او مجموعه الالدهايد، اللي هي يعني تعتبر قريبه من اللي فاتت، التركه اللي فاتت اللي هي برضو عملت سي دبل بوند، هذا السي دبل بوند سي باستخدام هنا باستخدام ميتال ال باليديوم. الباليديوم اول مثال كان في ال اول مثال كان اللي هو بالبلاتين، اللي هو بتاع البنزيدين، اللي هو بتاع البنزيدين اسيتوفينون ده كان بالبلاتين، وده بالباليديوم، ده بالباليديوم نفس الفكره، عمل نفس الدور برضو خدرجه للدبل بوند في وجود ال في وجود اللي هو السي دبل بوند او بتاعة الالدهايد. شكرا، واشوفكم الفيديو الجاي.